السلام عليكم، اسمي شي نبيل. وقال لي واحد المشكل في مدينة أكادير، واحد الدري ضربني موس كبير. ايوا كنت دايز وما كان بيهم ربعة، واحد فيهم ضربني بجنوية حيت براني الدراري براني ما تعرفونيش وضربني. فاش ضربني ما كان ما تصورش شنو داكشي، انا ما عارف شنو داكشي. صافي هو هرب فديك الحدا، هرب. الناس غوتو للجندارم، شافو الضربة قالوا لي قال لهم الجندارم غادي نشدو، داوني خيطو ليا. و تنداوي راسي راه والدي ما عنديش، انا امي عندي امي عندي خوتي كاين في اسبانيا، انا با ما تعيقش عليا الصراحة. تولد با ما عندي الوالد ديالي، ما عرفت فين كاين هو، كان مار في اسبانيا مار في ايطاليا، كيما تيتسوقش ليا مودالي. يعني تنتمنى منكم تعاونوني، باغي نوصل عند عائلتي ان شاء الله. انا ما كرهتش، قلت انا ما كاينش شي عاقل عليا، راه امي مسكينه هي تتصيفط ليا، وانا هو الكبير ديال خوتي. ربما ما ترحمنيش، عندي عائلتي ما ترحمنيش. انا في المغرب تيبغيو، فاش كنت في اسبانيا عندي فلوسي كلشي تيبغيني، ولكن فاش وقع لي مشاكل بقيت بغيتي، ما كاينش شي يرحمني كاع الصراحه. هذه الصراحه تقول لك، وتنتمنى من الدكتور تشازي يشوف من حالي. الله يرحم لي الوالدين، نتمنى يعاونني. يعني الضربه اللي ما تخرج بكاش شكون مغطيها، بحال مجرم اللي شافني بالضربه اللي تقول لي راك انت مجرم، راك انت هكذا. الله يرحم لك الوالدين. هذوك حتى تزيد تنتمناك تسمعني. انا دابا الضربه هذه دابا 11 يوم دابا دي باش مضروب، يعني ما كاينش اللي يعاونني. عندي والديه في برا كما عاودت لكم، يعني ما كاينش دارنا هنايا، غير تندور عند عباد الله. ما كاينش اللي يعاونني، ما كرهتش نكون حدا والديا نمشي عندهم يداووني ولا شي حاجه. ما كاينش حل مادي، الحل مادي ناقصه شويه، يعني باش نعاون الصراحه، فهمتي. نتمنى الناس تسمعني تعاونني. انا عايش في واحد الظروف خايبه شويه، وربي يحس بيا الصراحه.